يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم لنواصل اكيد هذه البطوله اللي انطلقت بمباراه من نجوم منتخبنا القدامى وايضا نجوم الخليج، والان نقص شريط هذه البطوله بمباريات المجموعه. ولكن في البدايه بعد ما ودعنا استاذنا يوسف سيف وايضا الكابتن عبيد جمعه، نرحب ايضا باساتذه يجوني ايضا هنا في الاستديو ويستمرون معنا في هذه البطوله وبالتحديد في المباراه الاولى. الكابتن ماجد الصايق راح يعلق او يحلل لنا المباريات، بيض الله وجهك على حضورك ويا مرحبا بك. الله يسلمك، الله يعطيك الصحه والعافيه ومبروك عليكم رمضان، واحنا حقيقه سعيدين جدا، انا سعيد جدا ان اكون معاكم في قناتكم الريان حقيقه. يا مرحبا، واحنا اسعد، واكيد المبدع دائما وابدا والمتالق في التعليق وفي التقديم اخوي مشعل الشمري، يا مرحبا اللهم سلام. يا مرحبا بكم، انا سعيد جدا اني اكون معاكم اليوم للامانه، وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. ودائما للامانه قناه الريان يعني تتحفنا في البطولات هذه والتجمعات، خاصه في احنا في شهر فضيل الله يعيده علينا وعلى الجميع ان شاء الله هم في اتم صحه. اللهم شفنا مباراه جميله قبل شوي، اكيد راح نتكلم عنها للامانه، اكيد مع انه كان ودنا للامانه انه ربعنا يسوون شيء، لكن ما قصر اخوك يوسف سيف، اعطاهم شوي اعطاهم طبعا يستاهلون للامانه. لكن انا قاعد اقول حق عبد الله، يمكن رمضان مأثر عليهم ربعنا شوي، رمضان ما اثر على اخواننا بعد من دول الخليج شاركوا لا لكم واقعيين. انا اقول للربع في الخليج للامانه يمارسون الرياضه، احنا ربعنا حتى كنا نتوقع انهم يسوون شيء يعني او يعملون شيء، لكن ما طلع منهم. الظاهر انهم شوف متاثرين بالفعل من الصيام وما بين عليهم، يعني خاصه في الشوط الثاني انهم قدموا مستوى زين. لكن انا توقعت من عادل خميس ابو عبد الله والهنا ولا يعني تسقط ابراهيم خلفان صحيح، خالد سلمان، منصور، لا منصور مفتاح، ذيلا الناس اللي مارشوا الرياضه. نعم توقعت انهم يكون منهم افضل يعني، لكن للاسف الشديد بشار وربعه ولعوها اليوم. لا ما شاء الله بشار في الملعب كان مولع وكان افضل لاعب حقيقه، وجاسم الهويدي يعني على وزنه بعد، لكن ادى يعني ما جاسم لمسات، شوف جاسم عنده لمساته ولا زال يعني هداف هداف العالم، حتى هو خذ مره هداف العالم جاسم الهويدي. بالضبط، حس اللاعب موجود لا زال عنده. لكن ربعنا هنا للاسف الشديد ما ادري هم، تدري شو المشكله وين؟ المشكله ما حطوا بدر بلال طبعا يعطيهم الصحه والعافيه. ذكر اخوي سيف بان هذه البطوله بحكم انها النسخه الاولى اي شيء يصير فيها اول لاعب يسجل اللي هو فهد المهلل خلاص. نعم. تسجل اسمه احنا ما في شاره الريان لهذه، صحيح. كل بطوله، شوف كل بطوله في نسختها الاولى يعني تنجب لك اسماء ويبقون تبقى يخلد بالضبط، تبقى عالقه في التاريخ. يعني تجي النسخه الجايه يقول لك والله اول من سجل فهد المهلل. على فكره بطوله الخليج انتم تعرفون من اول من سجل؟ تعرفونه؟ قول لي عنه. مبارك فرج من قطر، أول هدف في بطولات الخليج، أول هدف في البحرين سجله مبارك فرج من قطر. ما شاء الله أول بطولة. أول شوف مبارك فرج هذا الحين سنة مبارك فرج العلي من ذاك من ذيك سنة 70 70 إلى اليوم ولا زالت 46 سنة الاسم بالضبط. صارت بطولات وسجلوا الناس أهداف بعضها يمكن نسي يعني بحكم أنها انتهت المباراة 3-1. زين الحين إيش رأيكم نغلق ملف المباراة الافتتاحية وننتقل إلى أولى مباريات هذه البطولة اللي راح يكون بين الجالية الإسبانية وأيضا فريق الرهيب
نقول يا مشعل الجاليات مشاركتها. نعم. أنا أقول للأمانة يعني تحسب للإخوان في المسؤولين في 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 قناة الريان على أنهم يحطون الجاليات، لأن الأمانة لهم حق يعني. صحيح. لكن قبل شوي أنا أتكلم مع أبو عبد الله قلت له أوكي. يعني أبو محمد. أبو محمد أقول أتكلم مع أبو محمد قلت له يعني ذيل الجاليات أحيانا يعني مثلا الجالية الإسبانية احنا في رمضان وما مفطرين. صحيح. لكن بنرجع لهم الحين مشاهدينا نشوف دخول الفريقين الى ارض الملعب، نشوف الجاليه الاسبانيه وايضا فريق الرهيب، نتمنى لهم التوفيق، بنشوفهم يدخلون الى ارض الملعب مع طاقم ايضا التحكيم. احنا اتمنى ان الاسامي موجوده عندي الجاليه الاسبانيه، ولكن نبغي ارقام الفنايل مشعل يعني على اساس يعني نشوف دخولهم الى ارض الملعب. ايضا اكيد الجاليه الاسبانيه بالزي المنتخب الأسباني، وشوف فريق الرهيب وصلوا إلى أرض الملعب مع طاقم التحكيم يعطيهم الصحة والعافية. نشوف أيضا عناصر شابة نقول الجميل في محترفين يعني حلو الجميل بالأمر بأن كبار يعني شوف كبار وصغار كلهم خليط مخلوطين. صحيح. يعني للأمانة وهذا الشيء الجميل يعني أنك أنت ما تركز على فئة معينة أو سن معين، لا في كبار موجودين، في صغار موجودين، في محترفين مثل ما تفضلت أيضا موجودين. يعني اليوم راح نستمتع إن شاء الله بمباراة يعني راح تكون أفضل من المباراة الأولى إن شاء الله. أتمنى إن شاء يعني. الله إن شاء الله فنيا نتكلم أبو محمد نقول إن نقول انه يعني راح تبين ملامح المجموعه الاولى من اول مباراه. والله يعني اكيد 100% اكيد 100% راح تبين، لكن يبين الفريق الاسباني والفريق الثاني اللي هو فريق الريان اعتقد يعني شباب صغار و ما فيهم حتى كروش ما فيهم. لا هي شوف انا بقول لك للامانه الجاليه الاسبانيه هذه مو بشرط انها تكون يعني تكونون نجوم، يمكن عادي موظفين مثلا يشتغلون عادي فيحبون كره القدم. جاليات من يعني ما فيهم لكن ربعنا الرهيبه اتوقع واحد من الفرق اللي ان شاء الله انها راح تكون على الموعد وراح تقدم مستوى جميل بعد شباب يعني اشوفهم. أيوة يعني هذا الامر الجميل. الان انا اقول يعطيكم الصحه والعافيه وان شاء الله ننتظر مباراه مهمه جدا ومثيره بين الجاليه الاسبانيه وفريق الرهيب في هذه المجموعة الأولى التي نتمنى إن شاء الله أن تكون على الموعد. دائما مشاهدي ومتابعي قناة الريان وين ما كنتوا تعودتوا من خلال قناة الريان أنها تضعكم في البطولات الكبيرة والأحداث للأمانة دائما أنا أقول بأن شارة الريان وضعوا شارة في الهجن من سنوات ماضية، ووضعوا شارة للخيل، ووضعوا شارة الغوص، واليوم يضعون شارة أيضا لكرة القدم في الصالة، وبالتالي إن شاء الله تستمر الإثارة والمتعة الحقيقية في كرة القدم هنا في ملعب عبد الله بن إسحيم في نادي قطر. الجالية الأسبانية من الجاليات التي تعشق كرة القدم، وكرة القدم في أسبانيا رهيبة جدا، بل وعندها ريال مدريد وبرشلونة يكفي فقط أبو محمد. أكيد برشلونة أفضل فريقين في العالم حاليا يعني ريال مدريد وبرشلونة. نعم. والعالم كله. نعم. يا أما مدريدي ولا برشلوني ما في شك. واليوم عندنا الجالية الأسبانية في أرضية الملعب تحاول أكيد أن تكون على الموعد، لكن الرهيب الذي يأتي في هذه المباراة أيضا هو الآخر يريد أن يحافظ على حظوظه من أجل المواصلة في هذه النسخة الأولى لهذه البطولة المنتظر أن تكون كبيرة بكل تأكيد. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى الآن للجالية الأسبانية ولا زالت، ولكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب خرجت إلى ضربة ركنية لمصلحة الجالية الأسبانية، ومع البداية الهجوم أسباني وهذا طبيعي، لكن هنا الرهيب يبدأ هجوم في الجهة اليسرى، تلعب على طول في وسط أرضية الملعب، يفكر بالتصويب لكن غير راية، رجع مرة أخرى يبحث عن زميل، يجد الصديق ينقلها، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب
بعد ذلك وصلت إلى رمية تماس. شوف معي أبو محمد، يعني البطولة اللي مثل هذه جميلة جدا للأمانة أنك تشاهدها، وخاصة أنه قد تكشف لك بعض المواهب صحيح. المتألقة يعني. صحيح، بس يعني مع الأسف الصلاة ما تكشف لك مواهب. جول وأنت تتحدث أسبانيا وجاليتها تسجل أول أهداف المباراة بعد هجمة جميلة وملعوبة ونقلات متبادلة. شوف معي الخطأ هنا كان موجود ربما، والنقلت مباشرة وأتى اللاعب دانيال بون ليسجل أول أهداف المباراة وطبعا البطولة بالنسبة للرسمية، لأن كان فهد المهلل هو أول من سجل أهداف البطولة يعني في المباراة السابقة، لكن دانيال بون يسجل أول أهداف المباراة. أبو محمد أنا أقول بأن شوف معي اللقطة من ساعة اللي شفناها، يعني واضح بأن إسبانيا للأمانة قاعد تنجب لك مواهب حتى لو لم يكن تشافي ولا يعني طبعا هم معروفين حاليا في أوروبا ما يعلى على الأسبان. نعم. حقيقة يعني سواء في مدارسهم حتى في أنديتهم في مدارس ومعروفة المدارس موجودة في برشلونة في ريال مدريد وفي يعني معروفة، والكرة الأوروبية حاليا هي الطاغية يعني. نعم، هنا الرهيب يبدأ الآن هجوم آخر على الجالية الأسبانية. نظمي ينقل كرة في الجهة اليسرى، العرضية موجودة خطيرة 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 خطيرة، تسويبة ممكن يصوب، غير رأيه، حاول يمر ولكن أيضا هجوم عليه أكثر من لاعب، بعد ذلك عادت الكرة من جديد والكرة تلعب. يا سلام يا سلام على محمد الغفراني، محمد فرج الغفراني يرد على إسبانيا ويرد على الجالية الإسبانية التي بدأت بالتسجيل بهدف جميل في اللقطة الماضية، كان رهيب. شوف معي، لاحظ معي، تابع معي مباشرة في التسعين هناك حطها محمد فرج الغفراني ليأتي التعادل. شوف معي أبو محمد الآن الإسبانيين تقدموا والرهيب عادوا. نعم نعم، إذا هم إسبان نحن بعد رهيبين ترى. إذا هم أسبان احنا رهيبين، وشفت الجملة التكتيكية الحلوة اللي صارت من على اليسار وجات الكرة عرضية في اليمين وحطها في الثمانية طبعا. نعم، انا اقول ان المجموعة فيها خمس فرق، في كل مجموعة خمس فرق وعندنا أربع مجموعات، يتأهل فريقين، وبالتالي دائما مباريات الافتتاح اللي تكون صعبة شوي، يكون فيها نوع من التركيز، يكون فيها نوع من الاتنشن، يكون فيها نوع من الهجوم الآن على الرهيب من قبل الجالية الأسبانية، لكن الكرة بعد ذلك خرجت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. نلاحظ كرة صوت في مشعلوب أبو محمد، يعني أيضا أن الفريق كله يهاجم، الفريق كله يدافع، يعني اللياقة لازم بالضبط اللياقة عالية، اللياقة عالية، وفي نفس الوقت التنظيم مهم جدا، التنظيم الدفاعي والهجومي مهم جدا، يعني ما تفضل الهجوم على الدفاع او الدفاع على الهجوم، لا نعم. لازم يكون يعني متوازن، وانا اقول انه اللاعب احيانا اللاعب يمكن في الصلاة يمكن هو واقف يمتعك للأمانة، ما يحتاج جهد كبير يعني، مثلا عرفت في 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 يعني مثل ما شفنا في المباراة الأولى فهد المهلل على الواقف شغال. لا هذه مباراة الشياب، لكن في المباريات هذه لا، لازم الواحد يبذل جهد حقيقة. لا 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 حقيقة تبي لها جهد كبير. وننول المشاهدين يعني. ننول المشاهدين أيضا يمكن نتابع المباراة الأولى. نعم. كان الشوط 15 دقيقة ولكن نظام البطولة الشوط 12 دقيقة. نعم برافو، حلو، لأنه حتى نقول لأنه إحنا في رمضان الآن صحيح، وقد يعني يجهد اللاعب ويحتاج إلى جرعات ما ويحتاج، وبالتالي ما يسمح له الوضع. لكن أيضا نذكر فقط المتابعين بأن الجالية الأسبانية والرهيب والقلايل أم لفاعي وقناة الريان في هذه المجموعة التي يبدأ من خلالها الفريق الأسباني ويسجل الهدف الثاني لمصلحة عن طريق خايمي غارسيا. خايمي غارسيا يسجل الهدف الثاني للجالية الأسبانية. شوف معي الكرة خطأ مباشرة من الرهيب، على طول عادت الكرة مرة ثانية وسجل من خلالها غارسيا هدف الثاني. الهدفين أخطاء. نعم. الهدفين من الرهيب أخطاء. نعم. الأخطاء كرة قدم. نعم كرة القدم. نعم موجودة. لكن يقول لك أحيانا لا تخطي أمام
النوعيه مثل هذه النوعيه اللي تستغل الفرص اللي تستغل انصاف الفرص. وبالتالي يجب ان يحذر الرهيب من الفريق الاسباني الكبير. كره اللعب الان للامام ولكن نظمي الكره الى خارج ارضيه الملعب عن طريق شريف نظمي عمر الذي يسقط على أرضية الملعب. سلامات لشريف وهنا الهدف يظهر أمامك عزيزي المتابع، الهدف الثاني للفريق الأسباني الذي يبدو بأنه كبيرا منذ البداية. يعني الآن أبو محمد مع مرور الدقائق اللي مرت يعطني رايك عن الفريقين اليوم فنيا. والله فنيا انا اشوف الفريق الاسباني افضل من فريق الرهيب، يعني حتى في نقلاتهم للكوره، نقلاتهم للكوره افضل، استغلالهم للفرص، يعني فرصتين حقيقه يمكن لو يحصلونهم لو يحصلونهم الرهيب يمكن ما يجيبونهم، لكن هم استغلوا الفرص صحيح يعني. وفي نفس الوقت تنظيمهم افضل، شفت هني في الدفاع وقت الهجمه تكون عليهم الدفاع مغطين أكثر من مهاجمين الرهيب. حلو. عكس الفريق الثاني اللي هو الرهيب. في الدفاع أقل من المهاجمين اللي يطلعون قدام من الفريق الإسباني. نعم. هو لازم يكون في توازن. نعم. يعني. سلامات لي اللاعب اللي خرج إلى خارج أرضية الملعب. ونقول شريف نظمي عمر نتمنى له السلامة، هو سالم بإذن الله. وهنا محاولة أخرى للفريق الأسباني ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ونلوه أيضا أن نشكر الطاقم الطبي المتواجد في جميع المباريات وأيضا الهلال الأحمر. نعم. بيض الله وجيهم للأمانة، يعني يعطيهم الصحة والعافية الحمد لله. يعني أنا أقول بنظرة أولى لهذه البطولة إن شاء الله أنها تسير إلى نحو النجاح بحول الله، لأن كل الإمكانيات موفرة للأمانة وكل الأجهزة سواء الطبية أو الفنية أو حتى اللاعبين أو حتى الجاليات اللي تواجدت. أيضا أبو محمد موضوع الجاليات ركز لي عليه، يعني للأمانة جميل جدا أنك تدمج الجاليات المجتمع معكم. نعم نعم نعم. في نفس الوقت يعني أنا والله كان ودي أنه يكون في دعاية أكبر للبطولة هذه. ليش؟ لأنه شفت الجمهور الموجود الحين صحيح راح يكون مثله ويغطي الملعب بالكامل. نعم. ما في شك. لو فيه شوية دعاية أكبر يعني للبطولة. نعم. هذه. نعم. والجاليات طبعا دائما تثري. نعم. طبعا هم جزء من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. صحيح. ودائما تثري البطولات وهم دائما يعني يجون الملعب دائما ويشجعون ولهم فرق. نعم. يعني فشيء جميل ان احنا نشاركهم معانا وخاصه في رمضان يعني شيء جميل. وهنا كره ايضا ملعوبه للرهيب، الرهيب يبي يرجع للمباراه، يعني باي طريقه كانت يبي يرد الى المباراه مره اخرى على اساس انه مثل ما قلت لكم مهم جدا. يعني الان اي فريق من الفرق اللي موجوده مهم جدا انه يحافظ على حظوظه في المباراه الاولى. وهنا الاسبان يحاولون مره اخرى ولكن الكره بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب، رميه تمام. أسبانيا تتقدم على الرهيب أو الجالية الأسبانية، وهنا محاولة لكن حارس المرمى يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. قال لكم أبو محمد بأن الجالية الأسبانية أفضل للأمانة، وهذا في النتيجة واضح وفي العطاء اللي موجود أمامك في أرضية الملعب أيضا واضح، والضغط الكبير للجالية الأسبانية على الرهيب واضح من بداية هذه المباراة. كرة ملعوبة ويا سلام يا سلام، رجع من الإصابة عمر نظمي الرجل الذي عاد من الإصابة وسجل هدف التعادل للرهيب. عمر نظمي ولع، وعمر نظمي شوف استقل خطأ. هذه اللقطات اللي أقول لك عليها صحيح أبو محمد، وين تستثمر الفرصة صحيح ووين تستقل الفرصة. حتى بأريحية يعني ما شاتها برعونة. نعم كان بأريحية ورد بالفعل. احنا دائما نقول اللي يستغل الفرصة هو اللي يفوز. نعم. الفرص مهمة جدا، كم فرصة تحصل؟ 10 استغل منها لو 5. نعم. اوكي، لكن إذا تحصل لك 10 ما تستغل إلا واحدة وثنتين ما في فائدة. عليك العوض. ما في فائدة. نقول أن أسبانيا تلعب في أمام أوروبا وأيضا أسبانيا تلعب هني في الدوحة. نعم. ما في شك، هنا فرع من أسبانيا موجود عندنا في قناة الريان وفي شارة الريان. وتقدموا الأسبان ثم عادل الرهيب، وتقدم مرة أخرى الفريق الأسباني وعادل الرهيب مرة أخرى. لكن للأمانة يعني الـ كل الأهداف أو أغلب الأهداف كانت من أخطاء فردية، وهنا محاولة أخرى للفريق الأسباني لكن تعود من جديد الكرة مجددا خطيرة ولا
ولكن حارس المرمى يسيطر على الكرة الماضية. شوف معي، شوف لما يكون في تنظيم دفاعي جيد. نعم. شوف ثلاثة ضد اثنين، ثلاثة من الدفاع ضد اثنين، من صار في تنظيم أفضل. شوف الكرة انقطعت وصارت. نعم. لهم بدل ما تكون عليهم. لذلك أنا أقول بأن شوف الفريق الأسباني، شوف تجد كتلة ضد أربعة. نعم الآن لاحظ معي ضاغطين بشكل واضح أمامك، ويرجعون مرة أخرى ب العدد كبير أو ثلاث أربع لاعبين يرجعون أيضا للقيام في الدور الدفاعي. صحيح. وهذا ما قلنا له، يحتاج إلى لياقة كبيرة في طبعا ملعب الصالات. وهنا محاولة أيضا، ولكن حارس المرمى يتصدى، يتقدم، يحاول يمر من الأول، ينزل كرة خطيرة. جول 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 جول. الله الله، لعبة حلوة. يا الله حلوة. على حارس المرمى، ويا سلام على التقدم، ويا سلام على الانطلاقة، ويا سلام على النقلة. جراء، هذه جراء صراحة. يعني بيض الله وجهه. هو 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 عمل زيادة هجومية أو عددية. عددية نعم، زيادة في الهجوم. علي جلال، هذا الحارس علي جلال. نعم علي جلال تقدم، وعلي جلال مرر، وعلي جلال استلم، لكن علي جلال ما سجل في اللحظة الأخيرة للأمانة. كان ودنا يسجل. كان ودنا يسجل. كان يقول جملة تكتيكية حلوة. نعم نعم رهيبة، وتقدم أول لعلي جلال، لكن ما الله أراد. عموما تعود الكرة مرة أخرى للرهيب الجالية الأسبانية، تتقدم الآن، والخطأ ممنوع، والتقدم موجود، والتغطية حاضرة. يا سلام على الأسبان، لكن التغطية الرهيبة وصلت في الوقت الرهيب من الفريق الرهيب الذي ينطلق الآن ويبدأ هجوم آخر إلى الجالية الأسبانية. عند مجموعة من اللاعبين، عندي دانييل بون، وعندي فرانشيسكو خافيير للأمانة، اللاعب اللي دخل قبل قليل. ركز على غارسيا، غارسيا هذه هو اللي في اثنين. نعم. غارسيا عدوه. نعم الآن مشاهدي متابعي قناة الريان في كل مكان، أطرق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول، ونعود مع الزملاء الأعزاء للحديث أكثر فنيا عما دار، وندردش شوي عن الأجواء اللي صارت. يعطيك العافية. الله يعافيك، يعطيك الصحة والعافية. وأخوي مشعل دائما متأثر بالأجواء الخارجية ويقول نعود، هو الحين موجود، ما تعود في محلك يعني. طبعا انا احب اقول يعني شفنا مباراه ممتعه صراحه في بدايه هذه البطوله، ولكن هل العامل النفسي له دور انك تلعب ضد جاليه اسبانيه من اسم الاسباني؟ لان شفنا الفريق الرهيب صراحه، انا امتعوني مهارات فرديه، حتى الحارس يحاول ويوصل قدام، يعني فيه هل النفسيه لها تاثير؟ طبعا طبعا النفسيه لها تاثير. في نفس الوقت هذول شباب وصغار ويحبون التحدي دائما، فيقول لك والله شنو اذا كان فريق اسبانيا او جاليه اسبانيه، انا والله جاليه من الدوحه من قطر بامكانيتي. صح. بس لا لا احنا لا بانا، انا ابو محمد ولا اقطع كلامك، الله بالخير، كلامك سليم، لكن احنا عندنا مشكله الان نفسيه مثل ما نفسية تفضل. نعم. انه حتى على مستوى المنتخبات، يعني يوم تلعب مع استراليا، اذا دخلت مع استراليا كانك داخل مع البرازيل تلعب، وهي استراليا عاديه بلد في كره القدم. هاي ترجع للتهيئه النفسيه. ايوه بيض الله النفسيه. هو قال نقطه مهمه جدا، ممكن انه والله ذيلا اسبان، وخاصه ذيلا الشباب لعيبه الرهيب، يعني صحيح. ممكن يتاثر عليهم من الناحيه النفسيه. لا هم يعني الشباب اللي اعرف عنهم دائما عندهم روح التحدي، يعني روح التحدي حتى لو كانوا اسبان. يعني ايش احنا نتحداهم، احنا بنلعب واحنا بنطلع اللي عندنا واحنا مستعدين نكسبهم. هذه روح الشباب. صحيح. يروح الشباب. نعم. الشباب ما يرضى بالهزيمه دائما. طبعا انت تتكلم عن الفرق الثانيه اللي هي المنتخبات، هذه منتخبات منظمه وعندها امور نفسيه. أنا أضرب، لكن بالنسبه لهذول مثل ما قلت لك، يعني عندهم سقف محدد. لا وزين في الامر بانهم للامانه تاخروا وعادلوا، تاخروا وعادلوا مره اخرى. نعم. يعني عرفتوا، حاولوا ايضا انهم يسجلون، يعني جميل جدا الامر. ولا تنسى ان تقدم الحارس ومحاوله احراز الهدف، هذه بعد تاثر نفسيا على الفريق الثاني، حارسهم بدا مهاري بعد. كلام سليم. يعني تعتقد انه مثلا الصيام ما ياثر عليهم؟ اكيد ياثر عليهم، يعني الشباب هذول صايمين، والثانيين هذولاك يمكن ما يكونون صايمين. بس انا عجبني الأمانة الفريق الاسباني اللي يعني كتله واحده، لا محترم عاداته وتقاليد هالقطر. يعني شوف ما حط معي حتى الماي مش معاهم. صحيح. ولا العصير، رغم انهم هم مفطرين، يعني مش صايمين، عرفت، ولكن ملتزمين من باب الادب والذوق. بالضبط. هم مثل ما قلت عايشين في قطر وعارفين. نعم. العادات، يعني نقطه جميله. اذا الان مره اخرى مشاهدينا الاعزاء نعود الى اجواء المباراه في الملعب الجميل هنا في عبد الله بن سحيم في نادي قطر. الجاليه الاسبانيه
الجنوبيه سجلت هدفين والرهيب عادل بهدفين مره اخرى. وهنا محاوله ايضا للجاليه الاسبانيه التي تريد بالفعل ان تسجل اول انتصارا لها في هذه المجموعه الاولى. البدايه دائما مهمه جدا يا صديقي. صحيح. اذا ما اردت ان تستمر وتواصل المشوار نحو صداره المجموعه الاولى. محاوله الان للرهيب، والرهيب عندنا مجموعه من اللاعبين. هنا كره اللعب مباشره من محمد فرج الغفراني، الرجل الذي سجل هدفا في هذه المباراه. يعني نعم. تلاحظ انه الاثنين اللي سجلوا الاهداف مدافعين. نعم. الغفراني، نعم، اللي هو محمد فرج. نعم. محمد فرج الغفراني ورقم 11 اللي هو شريف ناظمي. شريف ناظمي. نعم. نعم. شريف ناظمي هم اللي سجلوا. وعندنا مهاجمين نحتاجهم من ساعة كنا ننتظر منصور مفتاح. نعم. يجيب لنا جول يدخل، يتذكر ايام زمان ما سوى شيء. هو متخصص في عمر سلطان. يمكن عشان انا مش معاه محمد غانم. يقول يوسف سيف اليوم صايم منصور مفتاح وصام عن التهديف ايضا. انا للاسف مع انك ودنا ابو تميم يسوي شيء. هنا محاوله، الاسبان يتقدمون والاسبان يريدون ان يسجلوا، لكن محمد فرج يسيطر على الكره، ينقلها للامام على طول، الكره موصوله لهذا الرجل سالم حمد القفراني، ينزل الكره، عادت للقفراني مره اخرى، القفراني الجديد والمحاوله، لكن الكره بعد ذلك عادت لاسبانيا والنقله جميله. يا سلام يا سلام يا سلام على اللعبه من البداية، كانت جميلة. صحيح. والنقلة بشكل مثالي تستحق بالفعل وسريعة أن يصفها أبو محمد وسريعة. لي كل المتابعين وعطني وصفة. هي حقيقة هجمة كانت، يعني هذه هجمة تعتبر مرتدة للفريق الإسباني. نعم. وهجمة سريعة استغلوا فيها الدفاع كان رايح قدام، لكن طبعا الكرة ما جت في الجول. نعم. جت برا، اخطات. لا زالت اسبانيا مشاهدينا مستمره في الهجوم على الرهيب، لا زالت الجاليه الاسبانيه مستمره والعوده الرهيبه من الرهيب، لكن للامانه برافو عليهم. يعني احنا نعرف ان احنا في شهر رمضان ونعرف ان احنا وربعنا صايمين، وهنا محاوله اسبانيه من جديد، ولكن حكم المباراه شو يقول؟ يقول ان الكره الى خارج ارضيه الملعب، فيها ضربة مرمى. ونذكر أكيد أخوي مشعل أن قوانين أيضا صلاة تختلف عن قوانين كرة القدم. يعني يمكن يشوفون بعض المشاهدين أن ليش رجع الكرة، ليش حسبها فاول، أيضا لها قوانين مختلفة. نعم. أنا رمية التماس أيضا تلعب بالقدم. بالقدم على قولة يوسف سيف ركلة تماس. بالضبط. أنا نسميها رمية عندنا. لا ركلة. ركلة بالقدم. أيضا 4 ثواني عندك لحارس المرمى. هنا محاولة ولكن حارس المرمى أيضا الأسباني يتصدى الكرة الماضية. عادت من جديد. شوف هذا الشيبة، هذا الرجال مبين عليه انه شايب يعني، لكن وهذه الميزة انك تدمج. بالضبط. هذا اللي لاحظ معي. وهنا محاولة من هذا الرجل الذي يرتدي القميص رقم 4 تومي غارسيا، يصوب الكرة الماضية، ولكن الكرة بعد ذلك عادت من جديد لمصلحة الرهيب عند محمد فرج الغفراني. القفراني ينقلها إلى اللاعب سالم حمد. سالم حمد يسقط، عادت من جديد، انتقلت الكرة. نظمي، نظمي، جول 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 جول. يا سلام يا سلام على الصديق العزيز وعلى المتابعة وعلى الروعة. لاحظ معي في متابعة، في استمرارية. صحيح. بأن يسجل من خلالها هذا وفي قوة وفي قوة على الكرة. نعم. هدف ثالث، وصف لي ابو محمد الله يهينك. والله طبعا. نعم. كانت هجمه رجعت عليهم هناك. نعم. وفي نفس الوقت يعني بمهاره فرديه اللاعب حاول يحطها ما قدر، اللاعب الثاني هو اللي قدر يحطها. نعم. لان خلاص فرضت من. نعم. الدفاع. عادت من جديد للرهيب الكره في الجهه اليسرى ولكن الى خارج ارضيه الملعب. برافو للرهيب. تلاحظ الرهيب في الشوط الثاني لعبه اسرع. نعم. يعني ينقل الكرة أسرع. نعم. لذلك هو بين الحين أكثر. نعم. من الفريق واصل الثاني واصل ومسجل. نعم. ومؤدي مباراة جميلة جدا. الرهيب في الثاني مختلف تماما. نعم. عن الشوط الأول. وهنا تصويبة من سالم حمد الرجل الذي سجل الهدف الثالث في المباراة، لكن كرة إلى خارج الملعب. عادت من جديد
الفريق الأسباني، ولكن الكرة بعد ذلك إلى خارج المرمى. يعجبني عمر اللي هو شريف نظمي، عمر الرجل اللي يظهر أمامك إن شاء الله ما تشوف شر. أمورك طيبة؟ أمورك طيبة؟ نعم إن شاء الله. الله يعطيه الصحة والعافية. هو مر عندنا كان قريب من عندنا، وبالتالي أموره طيبة وضاغط ويحاول يجيب الهدف الثالث. هنا محاولة على طول، يا سلام على اللقطة. هذه لو جت جول بتجي مرة ثانية عند الاستديو. اللقطة الجميلة الماضية التي لعبت عن طريق نظمي للأمانة. يعني كرة، شفت الكرة السريعة اللي قلت لك عليها؟ نعم. شفتها من عندنا من هني على طول لهناك. انطلق وهو نفس اللاعب للأمانة. نعم. استمر على وإذا لاحظت الفريق الاسباني قام يتقوقع يعني في 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 منطقته هناك، شوف يتمركز في الدفاع اكثر. ليش؟ لان صار اللعب عليه سريع وما يقدر يرتد بسرعه. نعم بالضبط بالضبط. وعادت الامور للرهيب، لان مثل ما قلت لك هذول الشباب، شوف الشباب عندهم. نعم. مثل ما قلت لك روح التحدي. ولا شوف. نعم. شوف شريف ايش عمل ما شاء الله. شوف عليه. روح التحدي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليه. هو 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 في محترفين اعتقد في كل فريق. ها نعم، لهم يحق لهم محترفين اثنين طبعا. القانون انك تشارك بثمان قطريين او من مواليد الدوحه. نعم. نعم. واليوم عندنا المحترفين ممتازين والقطريين متميزين، والرهيب الى الان يتقدم على الجاليه الاسبانيه بثلاثه اهداف مقابل هدفين. بس اثبت فريق الريان انه يعني لعب في شهر الفضيل في الصيام في صاله مغلقه، انه ما اثر عليهم نهائيا. الرهيب انا قلت الريان. نعم. معليش لقبهم. لا في فريق قناه الريان. نعم موجود، قناه الريان موجوده والرهيب موجود. واحنا للامانه يعني الاوقات هذه قاعد نمارس الرياضة بكل تأكيد. يعني أنت في هذا الوقت تروح سبير تجد عدد كبير من الناس يمارسون الرياضة. صحيح. وبالتالي هذا جزء من الرياضة اللي قاعد نشوفها في صالة عبد الله بن سحيم. ولا تنسى أن الدولة الوحيدة في العالم خصصت يوم للرياضة. نعم. مدفوعة الأجر، يعني هذه الرياضة أكيد صحة للإنسان. لا والله للأمانة بيض الله وجيه نادي قناة الريان للأمانة على هذه البطولة. وهنا محاولة تلعب ولكن تتخلص. أنا أقول بأن الأفكار أبو محمد يعني مثل البطولات هذه جميل جدا للأمانة. وقناة الريان دائما عودتنا مثل ما قلت لك بأن كل رياضات هالقطر، يعني عملوا شارع عن الهجن وعملوا عن الخيل وعملوا عن القوس والآن يعملون كرة القدم. والله الريان يعني مو بس في الرياضة يعني. نعم. حتى في الأشياء الاجتماعية والأشياء. نعم. يعني في المناسبات موجودين. نعم. دائما يعني حقيقة ما يقصرون، وحنا نشكرهم يعني كالشعب قطري كلنا نشكرهم حقيقة على اللي قاعدين يعملونه. وفي نفس الوقت يعني هذه بطولة جدا 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 مهمة. نعم. بتكون خاصة أن فيها جاليات مثل الجاليات هذه يعني. نعم. حتى اسمها شارة الريان. شارة الريان. يعني شارة مأخوذ من الاسم قديم جدا، وكان يرمز إلى الوسام. صحيح. الشارة هو الوسام. نعم. واحد من الفرق راح يكون هو بطلا ويتوج بالوسام، وسام الريان او شارة الريان للصلاة. وهنا محاولة اللعبت على طول ولكن الكرة الى خارج ارضية الملعب. محمد فرج يعجبني يا جماعة. راح ابو محمد ركز لي على سبعة. نعم. سبعة المساعة اقول يعني لك هو افضل واحد كان في الفريق للامانة يعني. وهادي وراكز. نعم. ودائما في الدفاع تحصله يرجع بسرعة، في الهجوم تحصله. نعم. رايح معاهم. محمد فرج مركز الدينامو يعني. نقدر نقول بأنه هو اللاعب المحرك، اللاعب اللي مهندس العمليات في نادي في فريق الرهيب. هنا محاولة وصلت أسبانية. يا سلام. معليش يا صديقي، ضاعت اللقطة وضاعت الكرة الماضية. لكن لاحظ معي، تابع معي المرور والعرضية والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. أسبانيا تبحث بثلاث دقائق إلى العودة للمباراة مرة أخرى، لكن قادرين يا أبو محمد أنهم يعودون الأسبان في الدقائق المتبقية. ممكن لأنه ممكن في الأوقات الأخيرة ممكن يتعبون فريق الرهيب. ليش؟ لأنه صايمين. نعم. يعني أكيد راح يكون يقل المجهود. نعم. وش المطلوب الآن من الرهيب؟ يعني الرهيب يهدي الآن اللي يسوي. مفروض يهدون شوية. يهدي شوية وبعدين يعني يعمل. نعم. يزيد كثافة شوية في الدفاع. نعم. ويحاول يحتفظ على في الكرة. نعم. نعم. يحاول يحتفظ بالكرة أكبر قدر ممكن. لأن النتيجة 3-2 يعني. نعم. متقاربة. ممكن في أي لحظة يجيبون جول. والهجمات المرتدة يجب أن نركز
يركزون فيها على اساس انه يعني يجيبون هدف. نعم. يعني ما يضيعون الاهداف. لكن الرهيب يبحث عن رابع، الرهيب يبحث عن رابع، وفيما لو سجل الهدف الرابع يعني بان الامور تسير بشكل مثالي جدا للفريق الرهيب في اول مباراه. هو حلو بالاول مباراه انك تفوز فيها وتجمع ثلاث نقاط. نعم. يعني تريحك. نعم، لذلك انا اقول لك، اقول بانه مهم جدا الظهور الاول، مهم جدا جدا جدا، خاصه بالنقاط الثلاثه اذا ما استطعت ان تسجلها. يعني ما يذكرك بلاعب من اللعيبه هذا هاني؟ يذكرني عموري كره اللعب الان، بقول لك الحين بعد المحاوله اللي تطلع الى خارج ارضيه الملعب. ذكرني، ذكرني بديفيد لويس. نعم 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 نعم، محاوله. هذا سبعه شفته، هذا سبعة اللي قلت لك عليه. نعم. الأفرادي شفته؟ اللاعب الجميل محمد. نعم. فرج الغفراني يقدم مباراة جميلة جدا للأمانة، وإذا كان هناك رجلا في هذه المباراة يكون هو محمد الغفراني. سلمت. اللاعب الذي يظهر أمامك محمد فرج الغفراني، نعم هو النجم الكبير في هذه المباراة الرهيبة، يقدم مباراة جميلة جدا للأمانة، هو وشريف نظمي والبقية الرهيبة. هنا محاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، خلاص يعني الآن دقيقة عندنا، والأسبان يحاولون والغفراني يتألق مرة أخرى ويبدع بشكل رهيب، ولكن الكرة إلى حارس المرمى بعد ذلك علي جلال كريم. عادة الخطأ موجود، الخطأ والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الخطأ ممنوع بمحمد. أنا قلت لك شوف معي يعني شوف في لقطة في لو استغلها هو الفرصة هذه كان بيجيب التعادل، كان مشكلة. أي شوف كان مشكلة. نعم الخطا في الوقت هذا خلاص الحين. نعم ما في يا جلال، دقيقه 29 علي يا جلال يا كريم، دير بالك من الاخطاء في هذا التوقيت على وجه التحديد. كره ملعوبه وصلت للرهيب من جديد، عادت للجاليه الاسبانيه، واللاعب دانيال بون صاحب الهدف الاول في البطوله. دانيال بون عادت من جديد، الكره تلعب للامام. شوف الغفراني عند غارسيا، الغفراني يتصدى، غارسيا من جديد خطير، والحارس والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، معها تطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الرهيب في الظهور الأول في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الأسبان بدأوا والرهيب ختموا النتيجة بالانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مباراة جميلة للأمانة، جميلة جدا الحقيقة، احنا استمتعنا فيها والجمهور استمتع الحقيقة، وكانت سريعة من الجانبين، ويعني كانها مرت علينا كانها خمس دقائق ما في شك للأمانة. يعني الجميل بالأمر بأن الرهيب اليوم قدم مباراة حقيقة جميلة خاصة في الشوط الثاني، لكن ما اللي صار في الشوط الثاني هذا الكلام؟ لأن الشوط الثاني كانوا أفضلهم. نعم الشوط الثاني الرهيب كان أفضل، لأن الظاهر أنه مدربهم أو هم يعني وعوا أنه نعم لازم يلعبون كرات أسرع شوية، فانت في كرات الصالات لازم يعني ما تحاول تحاور واجد وتحاور في منطقتك، انت تحاول ان تلعب الكرات الاماميه السريعه، لما تلعب الكرات الاماميه السريعه تكون الافضليه لك. نعم لذلك انا اقول بان الرهيب بدا المشوار بانتصار جميل جدا، ووضع نفسه في السيفتي. ها يا ابو محمد يعني سيفتي للامانه، دائما قلت كلمه مهمه انه الفوز مهم. فوز في بدايه البطوله وخاصه في نعم. في بدايه يعني في اول مباراه يعطيك اريحيه شويه جدا. نعم ومع فريق صعب يعني انت صعب. لا اتوقع واحد من الفرق اللي مشت الفرق للامانه كلها، لكن الفريق الاسباني اتوقع فريق إسباني فريق كويس، فريق سريع يلعب كرات جيدة، لكن حقيقة دفاع الفريق اللي هو الغفراني دفاع نعم. رقم سبعة نعم. قطع يمكن ثلاث كور وسجل. كانت ممكن تجي عليهم أقوال. شوف آخر كورة نعم. هني حتى محمد فرج الغفراني أبدع، وحتى حارس المرمى للأمانة كان له دور بالتألق. صحيح صحيح. طبعا ألف مبروك لفريق الرهيب، معوضين خير إن شاء الله للفريق الإسباني مثل ما ذكر أخوي مشعل وأيضا أخوي محمد.
محمد انه دفعه معنويه للفريق الرهيب انه فاز اليوم. اعتقد انه فوزته فوزين، نعم. الفوز المعنوي والفوز النفسي، نعم. وكشف اوراقه للفرق المشاركه في هذه المجموعه. يعطيك الصحه والعافيه مشعل، ما قصرت. الله يعافيك. اعتقد ان اليوم مش اللعيبه فقط، وايضا المحللين والمعلقين هم اللي صايمين ايضا ويحتاج. احنا بذلنا مجهود الحقيقه. انا ابو محمد ما عندنا مشكله، لكن الله يعينك اللي من بدايه. لا بالعكس والله، انا لعيون قناه الريان يستاهلون كل خير، وانتم بيض الله وجهكم شلين الشغل كله. واحنا حاضرين. الله لا خلا ولا عدم، ما نستغل يا ابو محمد، نجم من نجومنا القدامى ايضا ومتواجد معنا الحين في الاستديو، اخونا علي النعمه. ما ادري من اللي راح يكون معاه في ارض الملعب، نشوف الشخص اللي متواجد مع علي النعمه، هل يكون لاعب هل مدرب. علي انت ضميرك، ولكن بشرنا عن صوتك. والله الصوت ان شاء الله يزين اخوي ابو علي، معنا احد لاعيبه فريق الرهيب، نقول لك الف مبروك. الله يبارك في عمرك. شلون تشوف اجواء البطوله؟ والله البطوله مولعه من بدايتها. وش تقول حق الفرق الجايه؟ الفرق الجايه ان شاء الله يستعدون، ترى فريق الرهيب موجود ويستعدون ان شاء الله، والله يوفقنا ويوفقهم. ومشاركتنا هذه بحد ذاتها فوز، ومشاهده اخواننا هذا بصراحه اعتبره فخر وفوز لنا. واشكر قناه الريان الداعم الاول هذه البطوله، ولها بادر طيب في كل البطولات، عندها بطوله هذه شاره الريان، وقبلها شاره الهجن، وقبلها شاره الخير. يعني احنا نشوف مجهود جبار من قناه الريان، وبيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم. شلون تشوف الصيام معاكم؟ والله الصيام ان شاء الله تعب، احنا والله تعبانين من الصيام، لكن ان شاء الله الحين قدها. وجهك يكون اخوك. ابو علي ان شاء الله نرجع لكم. الصوت رايح، عندك الكلمه. الصحة والعافية اخوي علي، ان شاء الله حانت بعد باقي له ساعة ويشرب اليانسون. ها جعلك ما تشوف شر ان شاء الله. واخونا اللاعب اللي تكلم عن المباراة اللي راحت، بيض الله وجهه وكلامه، محمد فرج، الف مبروك، يستاهل الفوز، وقال احنا قدها وانتم فعلا قدها وان شاء الله الفرق كلها. وقال كلمة، قال كلنا مشاركين فايزين. انا برجع لك، انت عندك كلام، لكن احنا عندنا فاصل. خذ راحتك ان شاء الله. طبعا يقول احنا فوزنا هي المشاركة، أكيد جميع الفرق المشاركة كلها فائزة بمشاركتها شارة الريان لكرة الصالات. راح ننتقل إلى مباراة الجاية، المباراة اللي راح تكون بين أيضا أم الأفاعي وفريق القلايل من نفس المجموعة، المجموعة الأولى، ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير وراجعين لكم، انتظرونا.